مباشرة إلى الرياض. أحمد بشتو، كيف كان نهاية هذا المؤتمر الصحفي الذي استمعنا إليه على الهواء مباشرة كلمة بكلمة؟ ما هي مشاهدتك بخلاف ما شاهدناه؟ تأمر نهاية مطمئنة لقمة كبيرة أو لحدث كبير تشهده الرياض بمشاركة الدول العربية. طمأنة كثيرة وجهتها الصين إلى الدول العربية، تفاهمات كثيرة، تآلف في المواقف بين الصين والدول العربية في مختلف المجالات تقريبا. في النهاية يعني صدر مجلد من ثلاث نقاط، من ثلاث ملفات مهمة تحتوي كل أو مجمل القضايا التي يمكن أن تشغل الصين والدول العربية في طريقهما إلى التنمية المتبادلة. كما قال الأمين العام للجماعة العربية، لم يترك مجال لم يأتي ذكره في ذلك المجلد، وعلى وشك التنفيذ إذن في مرحلة لاحقة. ما أكده أيضا الأمين العام للجماعة العربية ووزير الخارجية السعودي في المؤتمر الصحفي أن هذا الإجراء ليس موجها إلى جهة، لا يجب تفسيره تفسيرات بعيدة عن الواقع. هو إجراء ربما تم ترتيبه في عام 2019، وكان من المفترض أن يتم ذلك في عام 2020 لولا جائحة كورونا التي أخرت الأمر. فإذا هي عملية تنمية لا تستبعد جزءا وتستقطب جزءا آخر من الكتل الاقتصادية العالمية كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والإشارة لهما بالتأكيد. أينما كانت المصالح ستذهب إليها الأطراف العربية، هذا ما قاله أيضا وأكد عليه وزير الخارجية السعودي، وذلك أمر منطقي. إذن المحصلة بعد ثلاث قمم مهمة وبعد ماراثون قممي على مدار هذا اليوم، بدأ منذ ظهر اليوم تقريبا، النتيجة مطمئنة. النتيجة تقول إن لهذه القمم ما بعدها على المستوى العربي، لا نعني المنطقة الخليجية وفقط. ربما كانت الإشارة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس المصري مثلا في لقائهما قبل يومين أن هناك تفاهمات كثيرة على خطط تنمية متبادلة واحترام كثير بالنسبة لأفق التنمية بين الطرفين. كما أكد على ذلك أيضا الرئيس الصيني في كلمته اليوم أن هناك احترام للتنمية المتبادلة ورغبة للتنمية المتبادلة مع فهم لواقع الأمور في المنطقة العربية. نعم. صينيا بشتو أرغب في أن أراجع معك، يوم جيد للمنطقة العربية. نعم. وختامه كان توضيحات كثيرة. نعم أحمد، سؤال. الأمين العام للجامعة العربية تحدث عن ثلاث وثائق، إعلان الرياض، وثيقة الخطوط العريضة، وما هي الثالثة؟ لم أستطع أن أستمع إليها جيدا، هي التي تجمل هذه النقاشات واللقاءات والعناوين الثلاثة لهذه القمة العربية الصينية. الخاصة بتفاصيل التنمية تامر، والخاصة بملفات التنمية تحديدا والتي أكد عليها الأمين العام للجماعة العربية. يعني أحمد من يريد أن يعلم عن مخرجات هذه القمة بشقها السعودي العربي الخليجي يطلع على هذه الوثائق الثلاثة، هي الجامعة. هي الجامعة وربما تنشر لاحقا. نعم. لم تنشر على الصحفيين، لم يذكر الأمين العام للجامعة العربية تفصيلات ما جرى ما كتب فيها، لكن هو أشار بكل تأكيد أن كل مناحي التنمية بلا استثناء ذكرت في هذه الوثيقة. نعم. ربما كان يقصد قطاعين، قطاعات الصناعة، قطاعات الزراعة، قطاعات التقنية، توطين الصناعة، توطين التكنولوجيا، التبادل التجاري، التبادل في تطوير البنى التحتية، ما إلى ذلك. وهذا بالفعل ما جرى أيضا في الاتفاقات السعودية الصينية التي وقعت، نتحدث عن 37 اتفاقية ربما تشمل كل مناحي الاتفاقات الممكن الاتفاق عليها استثماريا وتنمويا، وربما نفس الاتفاقات جرى التأكيد عليها كأطر عامة للتنمية بين الصين والدول العربية في ذلك المجلد الثالث. نعم، شاكر لك أحمد بشتو، موفد القاهرة إلى العاصمة السعودية الرياض، وفي انتظارك حتى تحكي لنا عن مشاهداتك الخاصة فيما لم يسعفنا الوقت لاستيعابها من خلال هذه التغطية. شكر لك أحمد، وشكر لمجهودك وباقي الزملاء.